20 jours, il y a une opération. Donc, j'ai un message. C'est d'où ma délire de l'immigration pour l'ordre du docteur. Aïtouna. هي عيطونا للوفاء الحمد لله ديما البابات والجيل والصابون الاخضر برافو عليك يعطي ربي هذاك هو هذايا اللي باش يخلينا في الفتره القادمه نراو اللي النسق نتاع الفاكسيناسيون باش يرتفع ان شاء الله اكثر من النسق نتاع انتشار العدوى وان شاء الله مع بعضنا بتضافر كافه الجهود ان شاء الله نتمكنوا من محاصره الوباء هذايا والاعداد لفتره ان شاء الله ما بعد الكورونا. القرارات هي راهي تقيم كل حسب تطور الوضع وحنا تلاحظوا لكل جمعه قاعدين نجتمع على مستوى اللجنة الوطنية واللجنة العلمية قاعدة تجتمع أكثر من مرتين ثلاثة في الأسبوع لمتابعة الوضع هذا. أسرة الإنعاش احنا قاعدين نوفروا في أسرة الإنعاش تباعا واحنا كما قلت لك في الفترة الأخيرة عملنا مجهود استثنائي في توفير أسرة الإنعاش. المشكلة مش في أسرة الإنعاش، المشكلة بلوتو في الموارد البشرية كما قلنا راو الكوفيد وخاصة في الأقسام الإنعاش والأقسام الاستشفائية تستوجب معناها دي كومبيتونس بارتيكولير اللي ماهمش موجودين بالكمية الكبيرة.